إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 196 من سورة البقرة، فإلى التفسير. وفي القرآن الكريم ما يشير بل ما يكاد أن يكون صريحا على أن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه لم يبلغ الحرم الشريف، وذلك في قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فالمشركون صدوا المؤمنين، وصدوا الهدي حال كونه معكوفا محبوسا أن يبلغ محله، فلم يبلغ الهدي محله ونحر دون محله. ولم يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه منتظرا الخبر الذي يأتي بأن الهدي بلغ محله، أو الأمارة التي توقت وهي يوم معين يتفق مع من يتولى حمل الهدي ونحره في الحرم على النحر في ذلك اليوم. والحنفية ومن ذهب مذهبهم قالوا بحسب ما روي عن ابن مسعود أن يرسل الهدي إلى الحرم، ثم بعد ذلك يوقت يوم معين لنحره في الحرم ويتحلل المحصر في ذلك اليوم. وقالوا لو قدر أن عطب هذا الهدي أو سرق أو وقع عليه من الأحداث ما حال دون هديه وقد تحلل هذا المحرم بحسب الميقات المتفق عليه وأصاب ما يصيبه المحل من النساء والصيد ونحو ذلك، ثم تبين له بعد ذلك بأنه لم يصل هديه محله فعليه أن يعود إلى إحرامه مرة أخرى، وعليه أن يفتدي مما وقع فيه. واشتد نكير ابن عبد البر عليهم في ذلك، فقال: إنهم بنوا هذا الحكم على خلاف القواعد الشرعية، وذلك أن القواعد الشرعية تقتضي أن من دخل في عبادة فلا يتحلل من تلك العبادة حتى يبلغ إلى غايتها ويتيقن أنه أداها على النحو المشروع. فإذا كان بلوغ الهدي إلى محله أمراً ضرورياً، فلماذا يباح لمن لم يتيقن أن هديه بلغ محله أن يتحلل لإحرامه، ويباح له أن يأتي ما يأتيه المحل من النساء والصيد ونحو ذلك؟ فقالوا: إن هذا تناقض عجيب. وعلى أي حال فإنه يترجح بأن المحصر بلوغ هديه محله إنما يكون بنحره في ميقاته المحدد، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبلوغ الهدي محله إنما يكون بنحره في ميقاته المحدد. هذا. وقد استدل القائلون بعدم وجوب القضاء قضاء المحصر نسكه بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي فالواجب ما استيسر من الهدي. ذلك أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة إليه،
فلو كان هنالك ما يوجب القضاء لبينه الله تبارك وتعالى في هذا الموقف. والقائلون بخلاف ذلك يقولون بأن هذا الواجب إنما هو من أجل التحلل، وقد سكت النص عن القضاء وعدمه، ولو أخذ بهذا الإطلاق لاقتضى ذلك أن من حج حجة الفريضة ولم يتمكن من الوصول إلى الحرم ليس عليه أن يأتي بالحجة مرة أخرى، وإنما يجزيه أن يتحلل بما استيسر من الهدي وينتهي الفرض الذي عليه. والتزم ذلك ابن القاسم إذ قال إن هذا هو الواجب، ولكن الجمهور على خلافه، وقد استدل القائلون بوجوب القضاء بما ذكرته من قبل، وهو حديث حجاج بن عمرو الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأصحاب السنن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من كسر أو عرج فليتحلل وليجزي مثلها، أي وليأتي مثلها. وروي أيضا في رواية أخرى: وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى. والآية الكريمة تشير إلى أن الحلق إنما هو من النسك الذي يلزم المحصر كما يلزم المحرم بأي شيء كان، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعلى هذا فمن تحلل بسبب الإحصار من غير أن يحلق رأسه أو يقصر فعليه دم، وهذا هو قول الأكثرين. وهناك من قال بعدم وجوب الدم، وأن الحلق والتقصير ليس من نسك المحصر، فعليه ما استيسر من الهدي وليس عليه الحلق. ولكن رد ذلك بما رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه في عمرة الحديبية فقال: اللهم ارحم المحلقين. قيل له: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: اللهم ارحم المحلقين. قيل له: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: والمقصرين. فإذا الحلق والتقصير لا بد منهما، ويعضل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه عندما أشار إلى أصحابه بأن يتحللوا، فتباطؤوا عن ذلك طمعا في الوصول إلى البيت الحرام، فدخل على زوجه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقد غمه الأمر، فأخبرها الخبر فأشارت إليه بأن يخرج إليهم وأن ينحر هديه وأن يدعو حلاقه فيحلقه، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحر القوم هديهم وتحللوا بعد ذلك بالحلق. وحض الرسول صلى الله عليه وسلم على الحلق، حض عليه الصلاة والسلام على الحلق بقوله: اللهم ارحم المحلقين، لأن من أولئك من لم يحلق واقتصر على التقصير طمعا في الوصول إلى البيت الحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. من ساق الهدي وتمكن من الوصول إلى البيت الحرام فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
في حجة الوداع، فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام حض الآخرين على التحلل وجعل نسكهم عمرة، وقد بقي صلى الله عليه وسلم متمسكاً بأحرامه لأنه ساق الهدي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومن ساق الهدي وهو محرم فعليه أن ينتظر إلى أن يصل الميقات الزماني، ولو وصل الميقات المكاني عليه أن ينتظر الميقات الزماني وهو يوم النحر. وفي هذا ما يدل على أن نحر الهدي قبل يوم النحر لا يجزي، فهدي التمتع أيضا لا يجزي نحره قبل يوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع عن نحر هديه إلا انتظارا للميقات الزماني، وإلا ما الذي كان يمنعه من أن يتحلل بعمره كما تحلل الآخرون؟ وبهذا يتبين أن الذين يسارعون في وقتنا هذا إلى نحر الهدي، هدي التمتع قبل يوم النحر، إنما يقدمون النسك قبل ميقاته الزماني، على أن هدي التمتع إنما هو فدية، والتمتع سبب لوجوب هذه الفدية، والتمتع لا يتحقق إلا بالإحرام للحج. فلو أن أحداً نوى الحج والعمرة متمتعاً فأحرم بالعمرة أولاً ولما قضى نسكه تحلل، ثم انتظر ففوجئ بما يحول بينه وبين قصده من الحج، أو أنه عرض له ما جعله يرجع عن قصده فرجع عن قصده، لما كان عليه هدي لعدم تحقق التمتع بدون الإحرام للحج، والفدية لا تتقدم على موجبها. وإن قيل بأن الصيام يتقدم على الإحرام بالحج، وذلك لأن المتمتع الذي لا يجد الهدي يؤمر بالصيام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام السابع والثامن والتاسع لمن لم يجد الهدي، فالجواب عن ذلك بأن الجزء الأكبر من الصوم وهو الأيام السبعة بل بعض الثلاثة متأخر عن هذا الوقت، وهو الوقت الذي يتخلل النسكين بين العمرة إلى الحج. فاتضح من هذا أن الواجب على الإنسان أن يحرص على نحر هديه إن كان متمتعا في يوم النحر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعماله في حجة الوداع كلها تبيينا دقيقا لمناسك الحج، فقد قال: خذوا عني مناسككم. وكل ما كان من الأعمال أوسع من عمله صلى الله عليه وسلم حكما نبه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا وعرفة، كلها موقف لئلا يحرص الناس على الوقوف في مكانه صلى الله عليه وسلم الذي وقفه، وقال: وقفت هاهنا، وجمع كلها موقف، وقال: نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، وفي رواية: ومنى كلها منحر، وشعاب مكة كلها منحر. نبه صلى الله عليه وسلم على أن الحكم أعم من عمله، حتى لا ينحصر الناس فيما عمله صلى الله عليه وسلم فيضيق الأمر عليهم.
ولم يبين صلى الله عليه وسلم في أمر الهدي بأنه يجوز أن يهدى قبل يوم النحر، مع أن هذه الحجة كما قلت كانت ترجمة دقيقة لمناسك الحج. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بلوغ الهدي محلة كما قلت إنما هو بلوغه الحرم لغير المحصر، فلا ينحر الهدي بالنسبة إلى غير المحصر في غير الحرم. وهناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها البخاري في صحيحه، هذه الرواية تفيد بأنه إن تمكن المحصر أن يرسل هديه إلى الحرم أرسله، وإن لم يتمكن نحره في مكانه، وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا الرأي. والذين قالوا بأن على المحصر أن يرسل هديه إلى مكة المكرمة استدلوا بقول الله تعالى هدياً بالغ الكعبة، وبقوله ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكن الذين يذهبون خلاف هذا المذهب يقولون إنما هذا الحكم في غير المحصر، أما المحصر فقد دل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يلزمه أن يرسل الهدي إلى مكة المكرمة. وفي ذلك العصر الذي لم تكن هنالك وسائل للخطاب والتفاهم بين المتباعدين في الأمكنة، ما كان يمكن أن يتيقن أحد أن هديه نحر، وإنما يبنون هذه الأحكام على الظن. ولذلك عد الإمام بن عبد البر هذا القول فيه شيء من المجازفة لما يترتب عليه من المسارعة إلى التحلل بدون يقين أن الهدي وصل إلى محله. هذا والحلق كما قلت هو من ضمن النسك، ويؤمر الإنسان ألا يحلق إن كان عليه هدي إلا بعد أن يصل هديه إلى محله، أي بعد أن ينحر هديه، أما قبل النحر فليس له أن يحلق. هذا هو قول الجمهور. وإنما اختلفوا فيما لو حلق أحد هل يترتب عليه حكم أو لا يترتب عليه حكم. قيل بأن من حلق على أي حال يلزمه دم، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما، وقال به جماعة من التابعين منهم قتادة وسعيد بن جبير، و ذهبت إليه الحنفية، وهو قول أكثر علماء المذهب، وقال به ابن الماجشون من المالكية. قالوا بوجوب الدم على من حلق قبل أن ينحر هديه، وذلك إذا كان متمتعا أو كان قارنا. وقيل بعدم وجوب شيء عليه على الإطلاق، وهذا هو قول الشافعية استدلالاً بما ثبت من عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن قدم الحلق قبل الهدي فقال اذبح ولا حرج، وفي رواية انحر ولا حرج، كما سئل صلى الله عليه وسلم عمن قدم الذبح قبل الرمي فقال ارمي ولا حرج. أخذوا
من هذا الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موقف الترخيص، أنه لا مانع من أن يحلق الإنسان رأسه قبل أن ينحر. وهناك قول بالتفرقة، وهذا هو الذي عول عليه المالكية وقال به طائفة من علماء المذهب، بين أن يكون من فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً، وبين أن يكون متعمداً قاصداً. فإن كان ناسياً أو جاهلاً ترخص له، ويدل على ذلك أي على انحصار هذا الحكم في الناس أو الجاهل، أن في الروايات ما يفيد أن الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه قال له لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر أو قبل أن أذبح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فقوله لا أشعر يفيد أنه إما أن يكون في غمرة أعمال الحج نسي، أو أنه كان جاهلاً لهذا الحكم. فجاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه لا حرج عليه في عمله هذا، وذلك لأن الرخص وعدم المؤاخذة إنما يناسبان من وقع في المخالفة خطأً لا من وقع في المخالفة عمداً. وإذا كان الحكم مبنياً على وصف يفيد القيد فلا ينبغي أن يتجاوز به ذلك الوصف. والذين قالوا بوجوب الفدية على من وقع في مثل ذلك ولو كان خطأً أو جهلاً، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الحرج أي الإثم، وأما الفدية فإن حكمها يستفاد من سائر الأدلة التي تدل على وجوب الفدية في المخالفات التي يقع فيها المحرم. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن هذه الرخصة كانت واقعة حال، نظراً إلى أن الناس في ذلك الوقت كانوا على جهل بالمناسك وأحكامها، فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في تلكم الحجة لأن أحكام الحج لم تستقرأ بعد لعدم إدراك الناس هذه الأحكام، وكانت حجته صلى الله عليه وسلم تعليماً للناس، وقبل أن يعلموا لم يكونوا على علم، فلم يكن عليهم حرج إن وقعوا في شيء من المخالفات بسبب جهلهم. أما بعد ما استقرت أحكام الحج واستقرأت وانتشرت فيما بين الناس، فعلى أي أحد قصد الحج أن يتعلم مناسك الحج وأحكام الحج حتى يضع كل شيء في موضعه ولا يقدم نسكا على آخر. والحلق كما يفيد الحديث هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الناسك، فقد أشارت الآية الكريمة إلى الحلق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أما التقصير فإنه جائز بالسنة والإجماع، ولكنه دون الحلق في الفضل، ولذلك ذكر القرآن الكريم الحلق دون التقصير. ويدل على أن التقصير دون الحلق في الفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. والحلق إنما هو في الرجال وحدهم، أما النساء فليس عليهن حلق وإنما عليهن تقصير. وقد نص على ذلك حديث أخرجه أبو داود من طريق ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء فيما يجب على المرأة من التقصير، منهم من ذهب إلى أنه قيد أنملة وهو المروي عن ابن عباس، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ومنهم من قال مقدار أصبعين، ومنهم من قال مقدار 3 أصابع، وهذا القول مروي عن عطاء، وقيل ربع الشعر، وهذا القول مروي عن قتادة، وروي عن حفصة بنت سيرين أن المرأة إما أن تكون قاعدة أي عجوز متقدمة في السن، فإن كانت قاعدة فتأخذ الربع من شعرها، وإن كانت شابة، وإما أن تكون شابة، فإن كانت شابة فإنها تأخذ مقدار أنملة، وتأخذ من جميع قرون رأسها قدر أنملة، فإن أخذت من بعض القرون دون بعض قيل لا يجزيها ذلك، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك. وذهب ابن المنذر إلى أنها إن أخذت ولو من جانب من قرون رأسها، إن أخذت مقدار أنملة أجزاها ذلك، وإنما الأفضل لها أن تأخذ من جميع قرونها، هذا أي من جميع ضفائرها هذا. وقد بقي الكلام في من لم يجد الهدي وقد أحصر، في من لم يتيسر له الهدي وقد أحصر، وهذه مسألة مختلف فيها كثيرا، والوقت لا يكفي لذكرها مفصلة، وإنما نذكر بعض الاختلاف. قيل بأن من لم يجد الهدي أجزى عنه غيره، وعلى هذا فإنه يجزي أن يطعم مساكين قدر قيمة الهدي، فإن لم يجد وذلك بأن يكون غير واجد للمساكين أو غير واجد للقيمة التي يدفعها إليهم قيمة الهدي، فإن عليه أن يصوم بعدد الأمداد، بقدر الأمداد تقدر ذلك القيمة بطعام، وعليه أن يصوم بعدد الأمداد. وعند من يقول بأن الهدي لا يجزي عنه غيره قالوا يبقى واجبا عليه في ذمته حتى يجده، وعلى هذا اختلفوا أيضا هل يتحلل أو لا يتحلل، فمنهم من قال لا يتحلل ويبقى على هديه متمسكا به إلى أن يجده، ومنهم من قال يتحلل وإنما يبقى الهدي في ذمته لأجل دفع المشقة عنه. ونقتصر الآن على هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير كله، وأن يعيننا على تفسير ما تبقى من آيات كتابه العزيز، ونسأل أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الرشد، وأن يهجم بنا إلى جادة الصواب، إنه ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون، ما تبقى من تفسير هذه الآية الشريفة، الآية 196 من سورة البقرة،
سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.